تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وبتنظيم من مكتب فضائية نورسات الأردن، أحيت الكنائس الرسولية في المملكة وللسنة الثامنة على التوالي في كنيسة الراعي الصالح اللوثرية بعمان أم السماق صلاة من أجل وحدة المسيحيين ومن أجل السلام في العالم، تحت شعار أقم لك قضاة فيحكمون فيما بين الشعب حكما عادلا، بمشاركة ممثلين عن المجالس والفعاليات في الكنائس الرسولية في الأردن وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وجموع من المؤمنين من كافة أنحاء المملكة. تفاصيل أوفى حول هذا الاحتفال الكنسي الحاشد في سياق التقرير التالي. بدعوة من مكتب فضائية نورسات في الأردن وبرعاية كريمة من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، أحيت الكنائس المسيحية في المملكة الثلاثاء الماضي وللسنة الثامنة على التوالي صلاة من أجل وحدة المسيحيين، شارك فيها الأساقفة رؤساء الكنائس في الأردن وعدد كبير من الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وجمع غفير من المؤمنين، وذلك في كنيسة الراعي الصالح اللوثرية في عمان. ورحب راعي الكنيسة القسام رعازر بالحضور باسم مجلس الرعية وأبنائها، وعبر عن غبطته بالتئام جموع المصلين من مختلف الكنائس من أجل غاية نبيلة وهي الوحدة والصلاة، متحدين من أجل سلام العالم وأمن الوطن وأبنائه. لقد اخترنا جميعنا قطار الوحدة المسيحية التي دعا إليها رب المجد يسوع المسيح قائلاً كونوا واحداً لأنه لا طريق لنا غيره. يقول بولس الرسول: لنا رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة، إله وأب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. وروح الرب هو الذي يجمعنا ويساعدنا لأن نرى في تراثاتنا وتسابيحنا وترانيمنا ولترجية كنائسنا الغنية نجد في كل ذلك غنى روحيا عظيما نستقي منه لنقترب يوما بعد يوم من نبع الماء الحي يسوع المسيح ربنا، فهو الذي ينبغي كما قال يوحنا المعمدان أن يزيد ونحن ننقص. إن جود الله يدعو للسرور زمن الخير وفي وقت الشرور، فمتى أمست راح البلوى تدور بركة الرب عدت شهر. كما ألقيت كلمة غبطة البطريرك ثيوفولوس رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، ألقاها بالنيابة عنه قدس الأب الإيكونوموس الدكتور إبراهيم دبور، وقد أثنى غبطته على فضيلة المحبة التي تجمع سائر الكنائس المسيحية والتي تعمل على تقبلنا لاختلافنا العقائدي، كما نواها غبطته لتلك المؤامرات التي تحاك ضد الحضور المسيحي الراسخ في الأرض المقدسة، كما أثنى على الدور الكبير لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في الحفاظ على الإرث الإسلامي والمسيحي المقدس. وساعين دائما للعمل معا لكي نشهد لإيماننا المسيحي في هذه البلاد المباركة. إن الصلاة من أجل الوحدة هي واجب على كل جماعة مسيحية، ونحن في كنيستنا الرومية الأرثوذكسية نصلي دائماً من أجل استعادة هذه الوحدة حتى يرفع الله عنا كابوس الانشقاق. ولا شك أن هذا الاختلاف لا يمنعنا من العمل معاً بكل نشاط وهمة وتنسيق، لا بل نحن مدعوون إلى محبة الإنسان كل إنسان لأنه مخلوق على صورة الله ومثاله، منطلقين من قيم الإنجيل وما هو مشترك إنسانيا بين البشر جميعا. سبحوا الرب فإن الرب صالح.
ومن جهتي شكر سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن الحضور على اهتمامهم بالمشاركة بصلاة الوحدة لهذا العام، وسرد التسلسل التاريخي لفترات الانقسام بين الكنائس وكيف تسعى الكنائس اليوم ممثلة برؤسائها إلى السعي نحو الوحدة مجدداً، مشيرا في كلمته إلى أهم المحطات التي تساهم في تقريب المسافة بين معظم الكنائس. نحن بحاجة اليوم إلى سماع بشرى الخلاص التي تخرجنا من محنة الانقسام إلى نعمة الوحدة. إخوتي وأخواتي، إذا كان الانقسام هو من عمل الإنسان فإن الوحدة هي من عمل الله، نقبلها شاكرين ونطلبها اليوم بكل ثقة وتواضع. نعم، الوحدة هي من ثمار الروح القدس، مثلها مثل الفرح والمحبة والسلام والصفح والوداعة واللطف والإيمان. وتشتتنا ناتج عن عدم انتباهنا إلى إلهامات الروح الذي يعمل في الكنيسة. لذا جئنا اليوم نستجدي من الله أن يهبنا هذه الوحدة. أيها الروح القدس، أنجد ضعفنا ودل كنيستك على طريق الوحدة التي ملؤها التواضع والصبر والاحتمال المتبادل. نعم يا رب، عندما تشاء ومثل ما تشاء وكيف ما تشاء أنت قادر أن توحدنا. آمين. فلنشكر الرب على تراث إيماننا المسيحي وعلى فعل الخلاص الذي حققه لنا في التاريخ. ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل. ورفعت صلوات المؤمنين الخاصة من أجل السلام في فلسطين وسوريا والعراق والعالم أجمع. لأنك أنت تمتلك كل الأمم، قم يا الله واحكم في الأرض. وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمِ الرُّوحَ
واختتمت الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات في الأردن بكلمة شكرت فيها من لبى النداء من الكنائس برؤسائها ومؤمنيها، مجددة استعداد المكتب الدائم لخدمة وتغطية أخبار الكنيسة الواحدة والأردن الوطن الأوفى، بحيث تبقى القناة نوراً في العالم ودليلاً على درب الوحدة المسيحية الكاملة. ورفعت الدعاء للأردن ولقائده الملك عبد الله وأبنائه هذا الوطن الغالي بأن يبقوا بسلام وبركة، وأن يبقى الأردن بلداً واحداً موحداً واحة للأمن والسلام. وهكذا يقرون بأن الثالوث الأقدس هو نبع كل وحدة، وبأن يسوع هو نور العالم الذي يعد بنور الحياة إلى الذين يتبعونه. مظالم العالم العديدة تكدرهم غالباً وتعاكسهم، ولكنهم لا يفقدون الرجاء فيستمرون في العمل. وبما أن الرب هو نورهم وخلاصهم وحسن حياتهم فلا يخافون. وتأتي هذه الصلاة السنوية في أسبوع عالمي تدعى فيه كنائس العالم المتعددة إلى الصلاة من أجل وحدة الكنيسة ومن أجل السلام في العالم أجمع. وتاريخياً يعود إطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين المسيحيين إلى قرن مضى، حيث يحتفل به مسيحيو كل الكنائس والجماعات الكنسية سنوياً لطلب تلك الهبة الرائعة.